فوق 100 مليون أغنية مش حلو. اعتبرت أنه اليوم العالم اعتبرت أنه زياد بلش ياخد حقه، يعني كان في غبن كتير بحقك، واليوم أنت صرت على الطريق الصحيح، شو بترد؟ إن شاء الله إن شاء الله يكون هيك. أنا كل عمري على الطريق الصحيح، بس هلا عم تاخد حقك. طريق فتحت لي إن شاء الله، وصبرنا وتعبنا، وكل كتير محبين صبروا معنا وتعبوا معنا. مهنتنا صعبة كتير، منا لعبة أبداً. مهنة الفن الناس مفكرة كيف ما كان، منا لعبة أبداً. وإن شاء الله عبركم عبر فوشيا كمان بتمنى أنه يبلش يتشحل منا كل مين ما له طعمة، إن كان بالغنية وإن كان بالتلحين وإن كان بالتوزيع وإن كان بالشعر وإن كان بالصحافي وإن كان بالموزيشنز وإن كان بالمتعهدين. مرقت علينا فترة شوي، فات شوية متطفلين عن المهنة، نزعوا وخربطوا الايم تبع وين رايحة هي أساسا. كلنا نجتمع على هم واحد أنه نعلي من شأن غنيتنا. الصحافي الفنية بتشتغل مع الفنان اللبناني، بتنتقدوا توجهوا إذا كان غلطانه، تشجعوا إذا عمل شيء حلو، لا حتى يطلع شيء بعائد على أغنية اللبنانية. ونخر شيء بنعتذر في حالنا خدمنا بلدنا، هو بالقفلة هيك بتصير بكل شيء، حتى اللي بيشتغل بأقل أي حرفة يعني بسيطة، آخر القفلة بيكون عم يخدم بلده لما هاي الحرفة بتتطور معه. ففي ناس موجودة مش همها تتطور هذه الحرفة أبدا، والعكس يمكن هما بس يصطادوا بالمي العكر ويعملوا مشاكل بين الناس لحتى يعملوا سكوبات. فبيكونوا ما بيعرفوا يعملوا سكوب بالمحبة، بيحاولوا يلاقوه بالشر، وإن شاء الله ما رح نعطيهم إياه. زياد، لأي درجة كان وجه خير عليك هيدي الأغنية؟ لأنه شفنا أنه هاي الأغنية قدرت فوتتك على القاهرة من باب الواسع مثل بيقولوا. في أحلى منه لما الواحد بيفوت بلهجته على أي بلد، إلى شعور تاني لإله ولأهل بلده، وحتى المضيف اللي عم يستقبلك كمان بيبقى مبسوط فيك أكتر أنه أنت عم تقدم ثقافة بلدك عنده. وكل الناس مفكرة أنه اللي بده ينجح بمصر لازم يغني مصري، هذه مقولة ظالمة بحق الجمهور المصري فعلا، لأنه لا، جمهور منفتح. والدليل أنه الحمد لله نجحت أغنية لبنانية، وأكثر من أغنية في أغاني سابقتها كمان نجحت، يمكن هذه كانت حصتها أكبر من غيرها، ظروف ساعدتها. بس بقصد لازم الجمهور المصري يستعد أنه يأخذ شيء على شرط أنه يفهمه. فنحن عندنا فولدر كتير صغير من العبارات والكلمات والمفردات اللبنانية اللي ممكن تستعمل عربيا، مشان هيك لهجتنا بعد ما صارت بان أراب بالشكل اللي بتستحقه. فلازم ننقي من هالفولدر اللي فيه مفردات كومن عند كل البلاد العربية، وننقي منها مفرداتنا ونعمل منها كلمتنا، مفردات الموسيقية والمفردات الـ يعني الأدبية شعرية. زياد الله يرحم أبو مجد كان يقوله هو حامل عبء الأغنية اللبنانية على ظهره وماشي من بلد للتاني. هلأ صاروا عم بيقولوا أنه أنت أخذت وصيته لأبو مجد وصرت حامل الأغنية اللبنانية عم تنقلها من بلد لآخر. برافو، ويرحم عيونه طبعا، اللي بيسمع كلام الأكبر منه والأكبر حقه ومعه حقه. إحنا كنا عم نتصرف هيك، بس يمكن بشوية بخل لما بيحكي حدا من هالنوع بيحرك فيك شيء. وفعلا احنا من وقتها اخذين قرار انا واحمد انه نشتغل على الاغنيه اللبنانيه كهيت عربي مش كهيت لبناني، وهيدا شيء لانه مقطوشه مثل ما بيقولوا بالشيء، مش انه مقطوشه خلص ما تجرب تعمل، كانه مقطوشه للهجه اللبنانيه انها تكون بان عرب، كانه في فيتو عليها، هيك مفكرين او هيك عم بيحاولوا يقنعوا حالهم. فبيصيروا يشتغلوا على الأغنية اللبنانية لتنجح محليا بعدتها بمفرداتها، ممكن تكون محلية وفي كلمات ما بيفهموها برا، فبيكون همه تنجح أغنيته ضمن لبنان أو الشام أو البلاد اللي بتنجح فيه الأغنية اللبنانية عادة. نحن لا، عم نشتغل عليها كأنها بوب عالمي مش عربي بس. سمعنا إنه أنت عم بتحضر لألبوم بوب لبناني، شو تخبرنا أكثر عنه؟ عم بعمل ألبوم أنا وهادي وعم بعمل ألبوم لنانسي عجرم كمان. خبرنا أكثر عنه. في عنا حكي كتير عن هذا الموضوع بعدين، أنا وهادي شرارة نحكي عنه مطولاً، رح تكونوا موجودين.